سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلاد الكفر عندنا نجد أن كثيرا من المسلمين يجهلون كثيرا من أمور الدين، هل على الداعي أن يتدرج معهم كما تدرج معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أهل الكتاب في اليمن؟ نعم، تدرج معهم في بيان الأهم فالأهم، وهذا هو منهج الدعوة، تدرج. نعم.